مندي ولا المعيوف؟ مندي ديميرال ولا حجازي؟ عن نفسي اشوف حجازي. ايبانيز ولا فيليبي؟ صح انه متهور شويه ولكن يظل افضل، بختار ايبانيز. مجرشي ولا كادش؟ اوف يا لطيف، مقارنه صعبه بصراحه، ولا واحد منهم. كيسي ولا فابينيو؟ عن نفسي بختار كيسي. الاسمري ولا كانتي؟ طبعا بختار كانتي. رياض محرز ولا رومارينيو؟ بختار محرز. ماكسيمان ولا جوتا؟ ماكسيمان. فراس البريكان ولا حمد الله؟ حمد الله. والان جدوركم انتم تعطونا خياراتكم في التعليقات.